ايه دكتور ليك؟ قديش بيبعد بنك الدم عن هون؟ شي نص ساعة تقريبا. وهي فيها تنطر هالمدة هاي؟ لا نحن ما لازم نستنى، بس كمان هذا الشيء بيرجع لكم. إذا بدكم نستنى فهذا قراركم وأنتم بتتحملوا مسؤوليته. لا دكتور، نحن ما رح نخليها تستنى هذا الوقت كله. ماما، أنا بدي أتبرع لها منه، لأنه ما معنا وقت نضيعه بالروحة على بنك الدم. ليكي أنا بعرف إنك بتكرهيني كتير وشايفة إني كنت وحدة لئيمة بالشي اللي عملته، بس هلأ في عنا شيء أهم، وهو إنه راجيني بحاجتي. صح، بس سوارة بتقدر توقفه، لازم احكي معها فيديو وهيك بتشوفه بعينها. سوارة، سوارة شوفي، بترجاكي تجي لهون، لازم تساعديني. شوفي، قال لك شي هيك عم يكفر عن غلطه. سوارة ليكي، بترجاكي تعي لهون. اسمعني منيح، لك شي عم يعمل كل هالشي قصدًا لحتى الكل يتعاطفوا معه. بنتي ما عم تمثل مثله، هي عن جد تعرضت لحادث، لهيك أنا ماني جاي وخلي هيك براحته. لك شي بكفي بقى. لك شي خلص وقف هالجنان. وين راحت ماما؟ جوا عم تطمن على راجيني. ما كانت تفيق معن، وقال إذا ما فقت بعد شوي فوقتها بتكون هي فاتت بغيبوبة طويلة وبجوز ما تقوم منها. شي خير؟ اطمن، ما رح يصير شي. بنتي بنتي، يلا فيقي يا روح ستك. يلا يا عمري، انت طول عمرك بتردي علي وما بتكسري لي كلمتي بشي. بحياتك ما زعلتيني منك ولا حتى غلطتي، واليوم لازم تردي علي وتفيقي بقى. فيقي بنتي، قومي قومي. يا جماعة، بما أن لهلا ما قدرت تصحى معناتها هي على الأغلب دخلت بغيبوبة. بترجاك دكتور لا تحكي. We'll be right back.
روح جيب صحن حلو، يلا على السريع لا تطول. شو عم بيصير هون؟ في شاب مسكين هون عم يضرب حاله بلا رحمة. الناس دائما بيجوا لهون مشان يكفروا عن ذنوبهم بهاي الطريقة ويندروا ندر للقدير. بكفي لاكشي، خلاص بكفي. رجاك لا تقول يا دكتور، حفيدتي لازم تفيق وتحكيني يا روحي. لا لا، راجيني ما بصير تضلي هيك، لازم تفيقي. يلا راجيني امي، شيلي ايدك عنا. لا لا تركيها إذا بتريدي، الحكي مع المريضة بيفيد بهاي الحالة، لأنه الحكي بيوصل لدماغها ويمكن تستجيب. راجيني كرمالي فيقي، ما بصير تتركيني وتروحي. لك يا راجيني سوارة ما بتسوى شي بدونك، كرمالي أمي. شوفي أنا بعرف إنك زعلانة مني ومشان هيك ما عم تفتح عيونك هلا، بس أنت عم تسمعيني صح؟ راجيني أنا بعرف الإخوات بيضلوا مع بعض وما بيفترقوا لأنه بيحبوا بعضهم كتير، وأنت أكيد ما رح تضلي زعلانة ورح تفيقي وترجعي تفتح عيونك وترجع مثل أول وأحسن صح؟ بعدين شو حيصير إذا ضليتي ساكتة؟ قومي وحاكيني لشوف بليز، بترجاكي إذا بتحبيني افتحي عيونك. راجيني بدها تقوم بخير وسلامة. يا قدير عاقبني على غلطي بس لا تخليها تتأذى لأنه هي ما بتستاهل.
شيء. لاكشي 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 ابني. ماما في قديش رعبتينا عليكي. هلا هي منيحة وحتى نبضة ودماغها وكل أمورها طبيعية. شكله دعائكم إلى تلبى. راجيني لاكشي طلع ما بحبك ليكي حبيبتي. أنا آسفة إنك رح تسمعي هذا الشيء معي هذا الشيء بس هو طلع بحب بسوار. أنا رح روح ضوي شمعة للقدير. راجيني فائت من الغيبوبة. وضع منيح ألف حمد وشكر يا قدير. يلا أنا مو حابة أعملكم مشاكل أكتر من هيك بوجودي. لازم روح خالي. لكشي هلأ موجود بالجبل، هو راح لهنيك لحتى يعاقب حاله على غلطه.
شو؟ عم يجلد حاله؟ ماما، انت وينك؟ شكله في مسرحية تانية غير قصة حادث راجيني. ما بعرف، هلأ منشوف. طيب جاي. لاكشي ابني، شوفي شو صاير معه. الو دكتور، انا بورنا. اخي مرتك معنا بالبيت. ابنها بهالحاله وهي برات البيت؟ شو بابا؟ أخي شو صاير فيه؟ أنا بقلك يا بنتي، أخوكي شو اللي صاير فيه؟ هو جلد حاله ليطهر من الخطايا. بالدكتور. ليكم ماما وصل. مرحبا، خير؟ شو اللي صار معه؟ طيب، هي صارت منيحة وما في داعي يضلوا هون، بس واحد منكم بيضل معها لأنه هيك قانون المستشفى. ما تواخذونا، روحوا انتوا، أنا اللي رح ضل معها. لا ماما، هلأ صار وقت. خلص بقى يا شيخار، أنا بدي ضل مع بنتي لحتى تطيب. معقول إنه هي رح تضل بالمستشفى وانت بدك ياني روح على البيت؟ لا، هالشي مستحيل، أنا ما رح أتركها لحالها. طيب ماما، ضلي أنتي. بنتي قولي لي شو بدك، شو تاكلي؟ بدك فواكه ولا عصير؟ شو انتبهي على حالك.
على كل حال ما في جروح خطيرة، أنا هلأ أعطيته الدواء وبعد شوي ببلش يصحى. طيب شكرا دكتور، تفضل أنا رح أوصلك لبرا. أنت أهبل، أنت لئيم، طلعوا لبرا، يلا طلعوا. سنسكار ما بصير تحكي هيك حبيبي. ليك هلأ في عنا مشكلة بالبيت، إيه؟ بكفي سنسكار. أنت بتعرفي شو معنى أنك تحملي مسؤولية عيلة بحالة لحالك؟ أنا قلتلك أنه البيت بدوني رح ينهار ويفرط تماماً. شو القرارات اللي أخذتيها واستفدتي منها؟ عن شو سألتي بهالبيت؟ وشو اللي وصل ابنك لهالحالة؟ ليش لحتى يروح يجلد حاله بهالطريقة؟ أخي ليك أنت ما فيك تلوم على هذا الشيء، يعني لاكشي هو اللي تصرف من راسه. بعدين هو ضرب حاله بس ليحاول يكفر عن كل شيء أغلاط وذنوب عملها من قبل مع الكل. ماما أنت شو؟ خلص تركيها، يلا روحي جيبي شوية زعفران. وانتي بنتي روحي وجيبي شاي لعمك. طيب هو غلطان وكذاب ومذنب كمان، بس مع هيك انتي نسيتي شغلة ساجيتي، انه لاكشي كذب بعلاقته مع راجيني بس لحتى ينقذ حياة ابنك، ولأنك أصريتي على خطبة هي كانت عم بتصير. شوفي صحيح أنا حملت حالي وطلعت من البيت، بس أنا كنت عارفان بكل شهردة واردة عم بتصير فيه. فلا تحاولي تستغبيني بهذا الحكي، لأنه بصراحة مبرراتك هي ما لها جنس الطعم أبدا. لاكشي شو اللي سمعته؟ أخي أنت إمتى رجعت؟ أنا ما جبرت حدا على شيء أخي، أنا بس كان بدي أعطي اسم لهي العلاقة. علاقة شو هي؟ لك أي علاقة؟ انت حتى كيف عم تفكري تسميها علاقة مع هدول العالم؟ هيك عيلة ما بتناسبنا بأي شكل من الأشكال ومستحيل نرتبط فيها. أنا آسفة كتير أخي، أنا بس كان بدي أعمل الشي اللي بيتمنى لاكشي، بس أنا ما انتبهت أنه كان عم يكذب فيه. وبعدين راجيني انظلمت كتير مع ابنك، يعني هالحكي اللي عم تحكي مو لازم يكون عليها. ساجيتي بكفي، ما عاد بدي اسمع ولا كلمة. شو قصدك بهالحكي؟ ساجيتي أخي، بما أنه أنت قلت أنك بتعرف أخبار العيلة كلها، فكيف مثلاً ما بتعرف هاي القصة أنه ابنك لاكشي طلع بحب سوارة بنته لشخار المشرعية؟ ساجيتي ليك انتبهي على حكيك، انت عم بتلومي لاكشي على كل شيء وعم تتهمي بشغلات ماله فيها. طيب اذا مالك مصدق الحكي اللي عم قلك يا فيك تسأل ابنك بس يفيق وهو رح يقلك كل شيء. أنا بونا قولي الحقيقة هلأ، معقول لك شي يعمل هيك شي؟ قولي يلا. لا لا مو كذاب، كلامه صح، كذاب انت كذاب.
هو ما بيحبها، سوارة هي اللي بيحبها. هو وعدني انه هو رح يتزوج راجيني. هو كذاب وانت كذاب وكلياتكم انتو مو مناح. سانسكار سكوت ليك، ما عبدي اسمع حسك منوب. يا ريت تقلي هلأ شو رأيك بهذا الحكي أخي. سجيتي خلص، لا عم تحكي ولا كلمة هلأ، فهمتي؟ لا أنا اليوم ما رح أسكت، وإذا أخوك هلأ بده يطلعنا من هالبيت فخليه، ما عندي مشكلة، نحمل حالنا ونطلع وما بقى منورجيه وشنا بالمرة. قوم سانسكار. أخي مثل ما عاقبت ابني على غلطه من قبل كم سنة، يا ترى هلأ بتقدر تعاقب ابنك مثله؟ عم بستنى منك القرار الحكيم بهالموضوع. يلا ابني. لا انتو كذابين. يلا انتو فوتوا ارتاحوا شوي لبين ما انا حضر الاكل. لا انا ما بدي اكل. شيخار فوت جيب لي كاسة حليب. شيخار بدنا نبعت اكل لماما، بس اذا عرفت انه انا اللي عملته أكيد ما رح تأكل. طيب أنا رح فوت أعمل الأكل. طيب وأنا بساعدك. ألو. ضرب لاكشي عم يضرب حاله. مين عم يحكي؟ سانسكار لاكشي 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 جنو عم يضرب حاله. يلا تعالي بسرعة ساعدي. لك ابني انت ليش عم تتصل بهي البنت هلأ؟ شو نسيت انه كل شي صار من تحت راسها؟ اذا اجت لهون رح تقعد تكذب وتمثل علينا كلنا. لا بقى تحكي معه. لا رح تجي عم قلك لا بقى تحكي معه. لاكشي التليفون. لاكشي. خلص سانسكار. بنتي ضرب لاكشي عم يضرب حاله. ماما راجعة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.